السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثاني بكالوريا بطبيعة الحال، صحيح امتحان الاستدراكية 2023 فيما يخص التمرين الخاص بالهندسة الفضائية. إذن فالتمرين فقط هنا للاستئناس بالنسبة للذين لا يتوفرون على نسخة منه. إذن في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد نعتبر النقاط A و B و C و أوميغا، نضع U إتيكالا أوميغا A لتكون S الفلكة التي مركزها أوميغا وشعاعها R. أولا بين بأن A B فيكتوريال A C إيكال A 13 U، واستنتج أن النقاط A B و C غير مستقيمية. تحقق أن x plus 2y plus 2z موان 8 إيقال 0 هي معادلة ديكارتي لمستوى ABC، بين أن المستوى ABC مماس للفلكة S في النقطة A. السؤال الثاني ليكون البي المستوى الذي معادلته الديكارتية 3x plus 4y plus z plus 1 إيقال 0، الدلتا المستقيم المار من النقطة A والعمودي على المستوى B. بين أن المستقيم الدلتا يقطع المستوى B في النقطة H. حدد إحداثيات النقطة D بحيث تكون H منتصف قطعة AD، ليكون Q المستوى المار من النقطة D والمتجهة أوميغا D منضمية عليه، بين أن المستوى Q مماس للفلكة S في D، ثم بين المستويين Q و ABC تقطعان وفق المستقيم BC. إذن هذا هو الموضوع ككل. نلاحظ بأنه يتضمن أسئلة مهمة يكفي أن تطبق ما درسته فيما يخص هذا الدرس. إذن أنتقل الآن إلى الجواب عن هذه الأسئلة. إذن فيما يتعلق بالسؤال الأول فهو سؤال بديهي، يكفي أن نقوم بعملية التعويض. إذن AB فيكتوريال AC إيكال، إذن فوالا، إذن فيما يخص السؤال الأول ألف، إذن AB فيكتوريال AC، إذا خصنا نوجدو لي كوردوني دي فيكتور AB اللي هما من خلال النقاط غتعطينا موان 4 موان زان 3، الكل يعرف كيف نقوم بذلك، AC 2 موان 6 5، دونك جو في إي. Donc, moins 1, moins 6, 3, 5. Moins J, adna, moins 4, 2, 3, 5. Plus K, donc adna, moins 4, 2, moins 1 et moins 6. Et donc voilà, adna, 13 I plus 26 J. Plus 26k, soit disant 13 en fonction en facteur de i plus 2j plus 2k. Et then, wadana anna u hiya omega a, li hiya les coordonnées de la huma 1, 2, 2, c'est-à-dire i plus 2j plus 2k. Et then, hada yani anna a, b, فيكتوريال AC من خلال هذه العلاقات عندنا اي بلس جي بلس 2 جي بلس 2 كا ايغال ا او، دونك سيتادير ايغال 13 فوا او، وغنكون جاوبنا على السؤال الاول. اذا الان سؤال ب، تحقق ان اكس بلس زي كريك بلس 2 زد مون 8 هي المعادله الديكارتيه للمستوى ا بي سي. اذا من خلال ما توصلنا اليه سنكتبه الآن. إذا عندنا لقينا وجدنا بأن AB فيكتوريال AC إيكال 13U، إي كوم سولا إي ديفيرون دو زيرو، يعني أن النقاط ABC فهي غير مستقيمية، دونك نو أليني. إذا سنكتب اللغة الفرنسية من حين لآخر. إذا فوالا بالنسبة لهذا السؤال. إذا بالنسبة للسؤال ديال المعادلة الديكارتية، إذا المعادلة ديال أ بي سي ستكون على الشكل التالي. إذا بما أن وجدنا بأن أ بي فيكتوريال أ سي قلنا هي 13 فوا إي بلس 2 جي بلس 2 كا، ستادير 13 U، يعني أن U فهو معامل موجه لهذا المستوى، يعني غتكون عندنا X فوالا لي كوردوني X بلس 2 Y بلس 2 Z بلس D إيكال أ زيرو. إذا يكفي أن نأخذ نقطة معينة من المستوى، دونك A أبارتين على BC،
بتعويضنا لإحداثيات أ في هذه المعادلة، c'est-à-dire on aura 2 plus 2 plus 4 plus d égale à 0، مما يعني أن d égal à moins 8، وبالتالي المعادلة الديكارتية ديال المستقيم ستصبح على الشكل التالي. فوالا، ونكون جاوبنا على السؤال. إذن السؤال جيم بين أن المستوى ABC مماس للفلكة في النقطة ABC. إذن هنا سنطرح واحد الرسم غير للإيضاح فقط. إذن تنقولوا بأن عندنا واحد فلكة، وأعتذر عن الرسم إذا كان لم يكن مدققا، لأن من الصعب أن أرسم دائرة على لاكارت الطابليت غرافيك. دونك فوالا، عندنا الفلكة S. إذن غادي نقولوا بأنها مماس للمستوى ABC في نقطة معينة، نعتبرها هي النقطة A. إذن إذا كانت هذه هي النقطة A، يعني نعلم جيدا أن المستوى فهو موجه بالمتجهة، عفوا فهي موجهة فيكتور موجهة منظمية عليه. إذن باش يكون هنا التماس بين الدائرة والمستوى، يكفي أن نقوم بحساب هذه المسافة الدي لكي نبين أن الدي تساوي R. إذن هذا ما سنقوم به الآن. إذن يجب إيجاد المسافة بين أوميغا و ABC اللي غنطبقوا فيها العلاقة اللي تتعرفوها، وهي تعويض إحداثيات أوميغا في المعادلة الديكارتية ديال ABC، فتصبح عندنا A موان 2 موان 8. لي كويفيسيون أو كاري، ستادير أن أو كاري بلس 2 أو كاري سي 4 بلس 2 أو كاري سي 4، دونك أون أوغا 9 سور 3، دونك سي 3. تلاحظوا بأن سي بيان إيكال أ R. إذا نقول في هذه الحالة أن المستوى ABC فهو مماس للفلكة S. إذن في النقطة، بطبيعة الحال في النقطة A. لماذا؟ باعتبار أن A تنتمي إلى، لأنه قلنا U فهو فيكتور نورمال A ABC، يعني متجهة منظمية. ما نساوش بأن U هي أوميغا A. هذا يعني أن A تنتمي إلى المستوى ABC، وكذلك تنتمي إلى S، ولهذا قلنا في النقطة A. الآن غنمر للسؤال الثاني، اللي هو ليكن P المستوى الذي معادلته الديكارتية، والدلتا هو المستقيم المار من A. إذن بين أن المستقيم الدلتا يقطع P في النقطة H. إذن كذلك هنا نحتاج إلى رسم. إذن عندنا واحد المستوى Q، فوالا. إذن عندنا ليكون V هي المتجهة المنظمية عليه، عندنا عفوا هنا المستوى P. إذن P المعادلة ديالو هي 3x بلس 4y بلس z بلس 1 إيكال 0. إذن المتجهة V نأخذها من خلال هاد ليكوفيسيون اللي هما 3 4 1. إذن السؤال هو بين أن المستقيم الذي يقطع النقطة في H. ما معنى هذا؟ يعني خصنا نبينوا بأن H تنتمي إلى تقاطع الدلتا مع المستوى P، وهذا لا يمكن إلا أن نقول خصنا نبينوا أولا بأن H تنتمي إلى الدلتا، وكذلك H تنتمي إلى المستوى P. إذن بالنسبة لنا احنا، إذا كان هذا المستقيم الدلتا، لأن قلت ليكون الدلتا المستقيم المار من A، إذن لتكون هذه النقطة A هي المستقيم الدلتا، وحنا بغينا نبينو بأن هذا التقاطع بين المستقيم فهو في نقطة معينة اسمها H. إذن ما معنى هذا؟ يعني أن H A فهي غتكون موازية للفيكتور V. إذن خصنا نبينو بأن H A موازية للفيكتور V. ولكن
حنا قلنا باش نبين بان اش تنتمي الى تقاطع يكفي ان نقوم نبين بان اش تنتمي الى دلتا وكذلك اش تنتمي الى المستوى بي. اذا بالنسبه لنا احنا المستوى اش فهي تنتمي الى المستوى بي. لماذا؟ لان لو عوضنا في المعادله الديكارتيه ديال البلون صديق اكس اش بلس 4 يغريك اش بلس زد اش بلس اه سنجد 3 دومي موان 4 بلس 3 دومي بلس اه ايغال ا زيرو دونك سي بيان فيريفي. ما هذا من جهه. من جهه اخرى اش الى ابارتيان ا دلتا. علاش؟ الفو تروفي اش ا. اذا اش ا بالنسبه لينا شنو هي لي كوردوني ديالها؟ هما 2 موان زان دومي 1 بلس 1 2 موان 3 دومي سيتادير 3 دومي 2 1 دومي. سي جو في 1 دومي اون فاكتور جوغي 3 4 1 يعني سي كوا سي 1 دومي في. دونك اش ا ايتيغال 1 دومي في يعني ان اش ا اي باراليل او فيكتور في. وبالتالي الا كانت اش ا باراليل او فيكتور في يعني ان اش ابارتيان ا دلتا. اذا فكونوا جاوبنا على السؤال. ربما قد تكون هناك طريقه اخرى، المهم نقوم بايجاد اسهل الطرق. الان السؤال الموالي، حدد احداثيه النقطه الدي بحيث تكون اش منتصف القطعه الدي. اذا عندما اقول اش منتصف القطعه الدي هذا يعني ماذا؟ ان احداثيه اش غتكون هي اكس ا بلس اكس دي سور 2، ايغريك اش غتكون هي ايغريك ا بلس ايغريك دي سور 2، وزد اش غتكون هي زد ا بلس زد دي سور 2. بمعنى ان الا بغيت نخرج هنا اكس دي دونك غتكون هي 2 اكس اش موان اكس ا، وايغريك دي غتكون هي 2 y h موان y a، اي z d غتكون هي 2 z h موان z a. اون فيزون نوتر كالكول سي تري سامبل، دونك فوز الي تروفي x d و y d و z d بحيث x d ايكال موان ز y d ايكال موان 3 اي z d ايكال a 1. Donc il suffit de remplacer les composantes de XH, YH, XA dans chacune de ces équations. Et donc, nous avons maintenant terminé avec ce question. Nous avons maintenant la question 3. Et donc, la question 3 dit « Lui yakun Q al mustawa al mar mina al nokta D » Et donc, il y a un nom de la question. Mustawa D wa mutajiha أوميغا دي فهي منظمية عليه. بين أن المستوى كي مماثل في الكأس في دي. إذا نحتاج إلى الإيضاح. إذا عندنا دائرة، عفوا عندنا فيلكا ولا أوميغا، قلنا بأنها مماسة للمستوى كي في نقطة دي. داكور. اذا عندنا دي تنتمي الى المستوى كي. اذا الهدف ديالنا هو نبينوا بان المستوى كي مماثل دي في اس، مماثل اس مماثل او المستوى كي مماثل اس في دي. اذا خصنا نوجدوا هذه المسافه دي، يعني الفو تروفي اوميغا دي. بحيث لقينا اوميغا دي هي ار، نقول بان المستوى مماثل في اس في دي. اذا غادي نحاولوا نوجدوا بعدا لي كوردوني دو اوميغا دي اللي هما لي كوردوني ديال دي موان لي كوردوني دو اوميغا. دونك فوزالي فيغ فوتر كالكي، دونك سي موان زان موان زان موان 3 بلس 1 موان 0. سيتادير كو اوميغا دي دونك لي كوردوني ديالها موان 2 موان 2 1. وبالتالي المسافة أوميغا دي غتكون هي غاسين دو موان دو أو كاري دونك سي 4 بلس 4 بلس 1 دونك سي 3 كي ني أوتر كو لو غايون دو لا سفير. دونك دي بيان سور نوبليي با كو دي أبارتيان دونك أ كي،
et appartient aussi à la sphère S. نقول في هذه الحالة أن المستوى Q مماس للفلكة في النقطة D. Donc le plan est tangent à la sphère au point D. إذن بالنسبة للسؤال الأخير اللي هو سؤال B بين أن المستويين Q و ABC يتقاطعان وفق مستقيم BC. إذن بالنسبة لهذا السؤال ربما ستختلف الإجابات عنه بطبيعة الحال. إذن نعتبر المستوى الأول والمستوى الثاني. إذن نقول بأن هذا المستوى فهما يتقاطعان وفق ولا مستقيم بي سي. إذن هنا أشنا هو الهدف باش نبينوا هذه المسألة هذه؟ يعني خصنا عندنا أولا المستوى بي سي تقاطعه مع المستوى كي. إذن باش نبين بأن بي سي تنتمي إلى نعتبر أن هذا هو المستوى كي وهذا المستوى بي سي. بطبيعة الحال بي سي فهو ينتمي إلى المستوى بي سي. إذن لا يوجد فيها هذا الأمر فهو واضح. إذن أشقى يكفي أن نبين بأن بي سي ينتميان إلى المستوى. إذن يكفي أن نقول نكتب الجملة يكفي أن نبين أن بي سي أو نقط بي سي تنتمي إلى المستوى كي. إذن باش نبينوا بأن تنتمي إلى المستوى كي خصنا أولا المعادلة الديكارتية ديال المستوى كي. إذن نعلم جيدا أن أوميغا دي، إذن ما نساوش هذه القضية بأن أوميغا دي فهو منظمية أو متجهة منظمية على المستوى كي. إذن لتكون أم تنتمي إلى كي فأي نقطة غتكون دي أم غتكون عمودية، دي أم المتجهة غتكون عمودية على أوميغا دي، بمعنى أن البرودوي سكالير دي أم وأوميغا دي غادي يكون يساوي الصفر. إذن بالنسبة لهذا دي أم نيوتر كو إكس إيكغيك زد موان لي كوردوني ديال دي اللي هما موان زد غتولي عندنا هنا بلوس أن بلوس تروا إي موان زد برودوي سكالير أونتخ عندنا موان دو موان دو أن إيكال أ زيرو. إذن تتعرفوا البرودوي سكالير هو دونك هي إكس بلوس أن فوا موان دو غادي نكتبوها هنا. إذن سنحصل على موان دو فوا إكس بلوس أن موان دو فوا إيكغيك بلوس تروا بلوس زد موان زد إيكال أ زيرو. سيتادير من خلال دونك غتعطينا موان دو إكس موان دو موان دو زيكغيك موان سيس بلوس زد موان زد إيكال أ زيرو. Autrement dit, on a moins 2x moins 2y plus z moins 9 égale à 0. Ou bien, on a moins 1, on a 2x plus 2y moins z plus 9 égale à 0. Et donc, c'est ce qui est le décartier de Q. Il suffit de faire le التعويض، يعني قلنا خاصنا نبينوا بان بي تنتمي الى كي وهذا لا يتحقق، خاصه يتحقق هذه المعادله. دونك غنديروا 2 اكس بي بلس 2 زيكغيك بي موان زد بي بلس 9 دونك دو ساسوري كي تيغال ا زيرو. اور هنا غطينا موان 4 موان 5 بلس 9 دونك سي بيان ايغال ا زيرو. بالنسبه للسي خاصنا نبينوا كذلك بان تنتمي الى كي، دونك خاصنا نعوضوا كذلك في المعادلة الديكارتية خاصنا نبينو بأن إيكال أ زيرو. دونك غتعطينا هنا 8 موان 10 موان 7 بلس 9 دونك سي بيان إيكال أ زيرو. وبالتالي بينا بأن النقاط بي و سي تنتميان إلى كي، وبينا بأن بي سي هذه بداهة فهي تنتمي إلى أ بي سي. إذن فهذه النقاط بطبيعة الحال فتنتميان إلى المستويين بجوج. إذن نقول بأن المستويان بي أ بي سي و كي
يتقاطعان وفق المستقيم بي سي. وغنكون هنا جاوبنا على هذا السؤال الأخير. إذا بالنسبة لهذا السؤال الأخير هناك ربما طريقة أخرى يمكن الإجابة بها أو استعمالها إذا للحصول أو للوصول إلى نفس الهدف. المهم أن يكون الجواب صحيح. إذا على كل أتمنى أن توفقكم الله في هذا الامتحان، وإذا كانت هناك بعض الأسئلة أو استفسارات أو تعليقات فمرحبا بها. كذلك ما تنسوناش باللايكات والتحفيزات، وإن لم يكن فعلى الأقل بالدعاء بالرحمة والمغفرة للوالدين. إذن أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.